استيقاظي من النوم. عندما أستيقظ من النوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أذكار الصباح: في الصباح أقول اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. دعاء دخول الخلاء: إذا ذهبت إلى الخلاء أقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الدعاء بعد الوضوء: بعد الوضوء أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. دعاء خروج من الخلاء: إذا خرجت من الخلاء أقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. دعاء لبس الثوب: إذا لبست الثوب أقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. دعاء الطعام: قبل البدء بالطعام أقول بسم الله، وإذا انتهيت من الطعام أقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. دعاء خروج من المنزل: عندما أخرج من المنزل أقول بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء دخول المنزل: عندما أدخل المنزل أقول بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. دعاء الركوب: إذا ركبت دابة أو سيارة أو باخرة أقول بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الدعاء بعد الأذان: إذا أذن المؤذن أقول مثل ما يقول، وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الأذان أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. دعاء دخول المسجد: إذا دخلت المسجد أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. دعاء خروج من المسجد: إذا خرجت من المسجد أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. أذكار المساء: عند دخول المساء أقول اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا،
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. الدعاء عند النوم. عند النوم أقول: بسمك اللهم أموت وأحيا.